سبب شوية زبالة البلطجي قتل أبوهم، البلطجي موت أبوهم، عيالي اتيتموا بسبب البلطجي، بسبب زبالة، بسبب إن هو بلطجي كان بيرازي في جوزي، كان بيرازي في جوزي لنا سنتين فاتحين سوبر ماركت، سنتين ونص 3 سنين بيرازي في جوزي وبيعمل معاه مشاكل، بيرازي في جوزي البلطجي يتم عيالي بسبب الزبالة المعفن اللي بيرميها قدام القاعة. يا عيالي عمالين يسألوا على أبوهم كل شوية وعايزين يكلموك يا والد في التليفون مش لاقيينك، عايزين يكلموك يا والد في التليفون مش لاقيينك، يدوروا عليك في الشقة ويدوروا عليك في الأوضة ويقولوا بابا نايم جوه، ويقولوا بابا نايم جوه وما يلاقوكش وما يلاقوكش يا وليد. يا وليد عيالك اتيتموا بسببك يا وليد، عيالك اتيتموا بسبب البلطجي يا وليد، عيالك اتيتموا بسبب البلطجي يا وليد. متابعي مباشر من مصر، اهلا بكم في لايف جديد. موجودين النهارده مع وقعة الحقيقه يعني اثرت بشكل كبير جدا هنا في منطقه القوميه، جار ينهي حياه جاره بسبب خلاف على شويه زباله. ايه تفاصيل القصه دي؟ دي اللي هنعرفه، ده اللي هنعرفه النهارده من زوجته. اولا بنعزيكي، يعني قلتي لي اولادك مش مصدقين اللي حصل. عيالي شافوا هو سايح في دمه، هو سايح في دمه، خدهم في حضنه ويقول لهم ما تخافوش، يقول لهم ما تخافوش. عيالي شافوه، شافوه هو مرمي وشافوه هو بيتضرب من فوق، نزلوا لابوهم تحت شافوه هو مرمي وسايح في دمه، شافوه هو مرمي وسايح في دمه. اعمارهم قد ايه ولادك؟ عندي واحده 5 سنين والتانيه 2 ونص. الجريمة حصلت امتى؟ يوم السبت بالليل. احكي لي بقى عن تفاصيل القصة، يعني هي بين يوم وليلة كده كانوا بيتخانقوا مع بعض ولا قبلها كذا مرة يتخانقوا اللي وصل الموضوع لدرجة ان هو يخلص عليه؟ لا، كنت قاعدة في شقتي عادي، ده الطبيعي ان انا اول ما تحصل خناقة بروح ابص من فوق، ببص لقيت الخناقة مع جوزي، 3 4 ماسكين وعمالين يتعانقوا في بالمطوة، واللي ماسك سنجة، واللي ماسك جنزير، واللي ماسك حديدة ويضرب. الشارع كله مليان، الشارع كله مليان ناس، مفيش حد قادر يقف، مفيش حد قادر يوقفهم، خايفين منهم. المأذون البلطجي، المأذون البلطجي هو وقرايبه، المأذون البلطجي هو وقرايبه. قبل كده اتخانقوا مع ناس في الشارع؟ كان بيرازي في جوزي طول الوقت، كل ما يطلع عيل من السوبر ماركت يشتمه ويبهدل فيه، كل شوية وليد يجيب عيل، كل شوية العيل يمشي بسبب ان هو ده بيرازيه وبيخاف منه. كل 10 ايام ولا اسبوع وليد يغير حد بسبب ان بيسيب السوبر ويمشي سوبر ماركت ويمشي بسببها. طب قولي لي ايه يعني الزبالة اللي بيرميها؟ يعني زبالة قليلة ولا زبالة كتير؟ فاتحين قاعة، تمام، كل ما يعملوا فرح تحت يبهدلوا قدام الكعبة كل حاجة، يجيبوها ويرموها في الشارع. طيب آه. الجيران حد منهم اشتكى غيركم ولا انتوا بس اللي اشتكيتوا؟ احنا اللي في السوبر ماركت، الناس كلها اصلا بتخاف منه ما تقدرش تكلمه. الناس كلها في الشارع تخاف منه. انا جوزي هو بيتقتل وبيتضرب بالمطوة، مفيش حد قدر يحوش عنه، ده حتى العيال اللي راحت تحوش عنه اتضربت. الناس خايفين، الناس خايفة تقرب عشان هو راجل بلطجي وبتاع مشاكل. اتضرب بكام طعنة؟ 5 طعنة. انت كان رد فعلك ايه لما قالوا لك جوزك بيتخانق تحت؟ هل توقعت ان الموضوع ممكن يوصل؟ ما حدش قال لي، انا سمعت الصوت جريت على البلكونة، سمعت الصوت وجريت على البلكونة. لو هو سمعك دلوقتي هتقولي له ايه؟ هقول له يا ريتك كنت موجود، يا ريتك كنت موجود عشان عيالك يا وليد، عيالك مش عارفين يعيشوا من بعدك، ولا انا عارفه اعيش من بعدك يا وليد، ماليش حد غيرك يا وليد، حقك مش هيروح عدر يا وليد، حقك مش هيروح عدر يا وليد. بناشد الرئيس السيسي، بناشد الرئيس السيسي والنائب العام يجيب لي حق جوزي،
تجيب لي حق جوزي. فين العدالة يا حكومة؟ القضاء، القضاء المصري قضاء عادل وبإذن الله حقه يرجع. أنا عايزة أشوف العدالة دي، أنا عايزة أشوف العدالة دي، العدالة اللي بتتكلمي عنها أنا عايزة أشوفها، أنا عايزة حق جوزي يرجع يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس حق وليد في رقبتك، حق وليد في رقبتك، أنا عايزة أشوف العدل، أنا عايزة أشوف العدل، العدل اللي بتتكلموا عليه أنا عايزة أشوفه في حق جوزي. قلبك وجعك من كتر الكلام. أنا قلبي وجعني على جوزي، قلبي وجعني على جوزي، مين هيرجعهولي؟ كان عنده كام سنة؟ 34. متجوزين بقالكم كام سنة؟ اتخطف، اتاخد غدر، اتاخد غدر من الكلاب، اتاخد غدر من البلطجية، اتاخد غدر من البلطجية، أنا عايزة أشوف الحكومة هتقدر على البلطجية دي ولا لأ؟ ده أكيد القضاء المصري قضاء عادل بإذن الله وحقه أكيد هيرجع. يعني ايه الرسالة لو هو سمعك يعني بنت من بناتك هتقولها له؟ بيدوروا عليه، بيدوروا عليه ويقولوا عايزين اكلمه في التليفون، مش عارفة اقول لهم ايه، مش عارفة اقول لهم ايه، ده ما بيعرفوش يقضوا يوم من غيره، ما بيعرفوش، ده لو ما كلموش في التليفون يوم واحد يفضلوا يعيطوا ويخربوا لي الدنيا، يفضلوا يعيطوا ويخربوا لي الدنيا، لو اتأخر شوية بره بيخربوا له الدنيا. يا بابا تعالى اتأخرت ليه؟ يا بابا تعالى احنا عايزين نقعد معاك شوية، يا بابا مش عايزين ننام مستنيينك، يا بابا مش هناكل لا مستنيينك، يا بابا مش هناكل وقاعدين مستنيينك، يا بابا جعانين ما تتأخرش، يا بابا جعانين ما تتأخرش علينا وتعالى. ايه اخر اخر كلمة قالها لك قبل ما يموت كانت ايه؟ وليد صاحي من النوم ونزل، وليد صاحي من النوم ونزل لشغله، وليد نزل من البيت على طول راح شغله، راح شغله يتقتل، يتقتل. اخر كلمة قالها لك ايه؟ كان حاسس ان هو هيموت؟ ما قاليش حاجة. ما ودعكيش؟ لا، وليد اتغدر بيه، وليد اتغدر بيه. ولاده لما شافوه كده وهو بعد ما خلصوا عليه كان رد فعلهم ايه؟ انا عيالي خايفين ومخدودين، عيالي مصدومين، راجعه بعد وفاة جوزي من المستشفى، بنتي تقول لي بابا كويس يا ماما، بابا كويس يا ماما، ما عرفتش اقول لها ايه، ما عرفتش اقول لها جيت من غيره، سبته وجيت من غيره، قول لها في التليفون انا جاي انا وبابا، اقعدي ساكته، انا جاي انا وبابا، جيت من غيره، جيت من غيره، جيت من غيرك يا وليد، مش عارفه اقول ايه لبنتك يا وليد، مش عارفه اقول لها ايه، عماله تقول لي بابا كويس يا ماما، بابا خف يا ماما، اقول لها ايه يا وليد انك مشيت، اقول لها ايه يا وليد انك مشيت، مش عارفه اقول ايه لعيالك يا وليد. يا سيادة الرئيس حق وليد وبناته في رقبتك، حق وليد وبناته في رقبتك، ان شاء الله صوتك يوصل، حق عياله في رقبتك، حق عياله في رقبتك، ماليش غيرك يا رب. وليد كان، وليد كان منهم لله، كان يتيم الاب والام، يتيم من الاب والام، كان سندنا، كان سندي انا وعيالي واخواته اللي مالوش غيرهم. كان رايح يجوز اخوه بعد شهر يجهز في حاجته ويقول له ما تتعبش انت وانا هعمل لك كل حاجه، هعمل لك احسن حاجه، ومستعجل ويقول انا عايز اجوز واخلص، انا عايز اجوز واخلص. كان هو اللي بيصرف على راح باخته. كان عنده كام اخ واخت؟ اخ واخت بس، ما لهمش غيره، ما لهمش غيره. كان هو اللي بيصرف عليهم؟ وليد كان سندنا كلنا، وليد عمره ما شايل حد فينا هم، عمره ما حسسنا بأي حاجة، كان سند لينا كلنا، وليد عمره ما حد احتاجه في حاجة وما وقفش جنبه، وليد كان راجل جدع، عمره ما حد احتاجه وما وقفش جنبه، عمره ما حد احتاجه وما وقفش جنبه. كان بيحب الناس كلها، والناس كلها كانت بتحبه،
من كتر اللي كان بيعمله كويس الناس كلها كانت بتحبه، ما كانش في حد بيكرهه، ما كانش في حد بيكرهه على طوب الأرض، كانت كل الناس بتعزك يا ولي. آخ يا ولي. أنا شايفة يعني أخوه وأخته مش موجودين هنا في البيت؟ أخو حاليا عند المحامي، أخته مش عارفة راحت فين. أخته بعد اللي حصل له يعني كلميني، أخته في صدمة، كلميني عن رد أخته فعلها. منهارة، أخته في صدمة مش قادرة. وليد بعد أبوه وأمه كان هو الأب والأخ والأم، كان هو السند ليها، كان نفسه يفرح بيها، كانوا هما الاتنين روحهم في بحر. أهو سابنا ومشي، احنا الكل ساب عياله وسابني ومشي، سابني ومشي. اخ قولي لعيالك يا وليد، قولي لعيالك، قولي لعيالك اللي بيسألوا عليه. ايه اكتر حاجة ولاده يعني كان بيعملها ولاده كانوا بيحبوها؟ ايه اكتر موقف عمره او ما ذكرى؟ عمل معاهم حاجة وحشة، كان كل اللي بيعمله حلو، كانش يستحملنا زعق فيهم ولا ضرب، ما كانش كان كل اللي يعوزوه يجيبهولهم في الدقيقة والثانية، يستحملش واحدة منهم تطلب حاجة وما يجيبهاش، ما يستحملش واحدة تقول له يا بابا على حاجة وما يقولها لا، ولا عمره مد ايده عليهم ولا زعق فيهم، كان دايما ياخدهم في حضنه ويطبطب، كان دايما ياخدهم في حضنه ويطبطب. كان أحن عليهم منك. كان بيزعق لي لما اضربه ولا ازعق فيه، معروف إن يقول الأب لي بيبقى لا شديد. لا، عمره ما كان شديد. وليد كان حنين، كان حنين اهو، كان حنين علينا احنا الكل. أنا شايفة أسرتك هنا موجودين يعني كأنه ابنهم اللي مات. كل الناس اسرته، الغريب قبل القريب، كل الناس زعلان عليه، كل الناس مقهورة عليه. وليد عمره ما كان وحش، عمره ما ساب حد في دقيقة كان محتاجه، لكن كان بيقف في ظهره حتى لو غريب، حتى لو غريب وليد كان بيقف في ظهره، كانش يسيب حد أبدا يحتاجه، كان بيقف في ظهره. إذا هو العيال اللي كان بيزعق لهم، المأذون ده يزعق لهم ويرغي فيهم ويقول له مالكش دعوة بيهم، لو في حاجة تعالى كلمني أنا، أزيد من العيال اللي شغالين عنده تحت يقول له مالكش دعوة بيه، كانش يستحمل حد يزعق لهم تحت. ده حتى العيال اللي اتصابت مع وليد اللي كانوا رايحين يحشوا عنه، المفتري البلطجي رايحين يحشوا عنه، راح ضرب كل واحد بالمطوة، واحد واخد ضربتين والتاني واخد واحدة، عمرهم 15 16 سنة، واحد واخد 36 طعنة والتاني واخد 10 غرز، واحد قصدي واخد 36 غرز، واحد واخد 10 غرز. ووليد واخد 5 طعنات، ايه اماكن الطعنات دي؟ واخد في رقبته وكتفه وفي جنبه بين بطنه وجنبه وفي رجله، واخد 2 في ظهره. ده كله بسبب شوية زبالة، ان هو بيقول له شيل الزبالة اللي عندك. شوية زبالة عشان هو بلطجي، عشان فاكر نفسه محدش قدره. قبل كده اتخانق مع حد؟ قدر. قبل كده بيتخانق مع الناس كلها، ما سايبش حد الا ما يتخانق بسبب معاه. ايه سبب الخناقات اللي كان بيتخانق على مع الناس عليها؟ على هدفع الاسباب، بيتخانق مع طوب الارض. ما حدش اتدخل ليه؟ وحش عن جوزي، هو بيتضرب عشان خايفين منه، هو بلطجي، هو واحد بلطجي خايفين منه. لو كان حد جه انقذ جوزي كان غدر بيه هو كمان، كان غدر بيه هو كمان. هو مكانه اكيد احسن يعني بالصفات الجميلة اللي انت بتقوليها عليه دي. مكانه احسن بس لازم حقه يجي. ده اكيد، ده اكيد. مكانه احسن بس ده أكيد. عشان يرتاح لازم حقه يجي. ده اكيد. دمه ما يروحش هدر، دمه ما يروحش هدر. ده اكيد. كلمة اخيرة تقوليها لوليد، هو سامعك اكيد دلوقتي، كلمة اخيرة تقوليها ليه؟ انا لو افضل عايش في قلبي طول العمر يا والد مش هنساك، هتفضل معايا، انت مشيت صح بس انا عارفة انك معايا مش هتسيبني، انا عارفة انك معايا مش هتسيبني. كنتوا متجوزين عن قصة حب؟ لا بس حبينا بعض، كان سند ليا وحنين عليا،
عمري ما شفت منه يوم وحش. ربنا يرحمه، انا مش هطول عليه. يعني موجودين النهاردة مع جريمة الحقيقة حاجة صعبة جدا، زي ما احنا شايفين الزوجة في حالة يرثى لها بسبب ده كله، بسبب خلاف على شوية زبالة. جار كل شوية يضايق جيرانه بالزبالة اللي بيرميها قدام بيته، وكانت السبب في انه ينهي حياة جاره. وبكده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم على حسن المتابعة، والى اللقاء.